اختي حكايه المونيتر راه ما فماش تو تكلمت عليه الدوره سعرتها طرناتها ب 500 واش وما فماش و 65000 تبيع فيها التجار وللمعارف عملونا حل في المونيتر خلينا ننقذوا صابتنا المره الاولى الفصلات ما فماش كالعادة بوعد من زرعة العباد وحضرت رواح قال لك الفصلات ما فماش جرينا واحد ما صرتوه في الشمال تاع باجي بصفة عام واحد ما زرعش كعبة فصلات جي الموسم تاع المونيت كالعادة تكلموا عليه في التلفز وقالوا راه 100 كيلو ب 50 دينار وصلت 65000 وما فماش مونيت بجاه ربي يعملون لي نحل فالمونيتر هذه خلي العباد تتوكل على ربي تزرع طريف الفلاحة نتاعها هذه هي المعاملين عليها ويعطيكم الصحة ويرحم والديك. نداءك للمسؤولين. نداء للسلطة، قلت تتحرك معنا شوي جيبوا لنا طريف المونيتر خلينا نتوكلوا على ربي، راهي صابتنا باش تضيع. نداء للسلطة بربي بربي بربي. شوف أنه فما احتكار. نعم. شوف أنه فما احتكار. ياسر أختي. ياسر ياسر ياسر. التجار تحكم كيما تحب. صدقني التجار يجيب السيمي يهزها كان سفلان وسفلان. وفي بلاصة ب 58000 في بلاصة. وبري انت زيدي تكري لها كهرباء ب 40 ولا 50000 وما فماش. ما تشوف اللي ما فماش مراقبه؟ ما فماش مراقبه ولا ما فم. يعني نهزك نايا تو للتجار تو وخليني اخويا نتحمل مسؤوليه. تشوفي كيفاش. والله يبيعوا فيه ب 58000 في بلاصته. 58 دينار في بلاصته. وين يا المراقبين؟ ما ريناش من الروكان في التلز وحديث وما فهم شيء. شبعنا بالحديث والله شبعنا. والصحيح ما فماش. تعملوا مزية وفرونا طريف المونيتر اخويا وخذ المراقبين تلاحظ كل شيء لعين المكيد رانا تعذبنا بالحق بالحق ما نحكوش على الظروف انا صابرين الربي اللي ربي يفرج بقي يعطينا طريف المونيتر نكملوا في لحد ناي واحد من الناس والله والله اليوم جيت من منطقه ريفيه على اساس المونيتر قرابه 300 عبد جيت سيمي تخط في كل واحد هز طرف حاشي ناي بطرنات المونيتر والله ما خذيتها هاني مروح تو على روحي ما فماش مولد وب 58 يبيعوا فيه. ما عرفش هو المولد قال لك نهارين اخرين تيجي والله اعلم وب 58 وزيد يعطيك فيه واحد توصيل تاع فاتوره تاع 58000 وماهوش خايف اللي هي التلفزه تكلمت عليه ب 50 دينار. اضراب في قطاع الفلاحه على تهميش مندوبيه الفلاحه. منها القوانين الأساسية منها فهمتني تسوية وضعية عمال الحظائر منها منحة الليل وإلى حد الساعة الوزارة تسوف في خدمة الفلاحة وهذا علاش ضربنا اليوم لليوم الثاني هذا النجم مطالبنا القوانين الأساسية أكثر حاجة القوانين الأساسية القانون الأساسي نتاع التقنيين والعملاء والمستكتبين هذوما أهم الطلبات وتسوية عمال الحظائر